احنا مهنتنا بتخرب. عشان كده بقول لك لابد من القائمين على المهنه اللي المفروض يبقوا قائمين، يبقى هم دول الناس الكويسه اللي تحاول تخلق لها متنفس تاني. هو انا النهارده خليني اقول لك ان انا قاعد معاك دلوقتي، انا بقالي شهرين ثلاثه عمال اتفرج مهرجان الاسكندريه السينمائي، مهرجان الجونه السينمائي، مهرجان اللي مش عارف ايه السينمائي، القاهره السينمائي، كان السينمائي، واحنا ايه متنا؟ المزيكا دي ماتت؟ صح. يعني الموسيقى والغنى ده مات؟